الذراع والبطاطا. شارب بطاطا. It works now. شارب بطاطا. What about the camera? Camera is off. اوف. اها. مستر وائل. ريجا. الو. هلا هيك صار صوتي مسموع؟ ايوه مظبوط. Well, which user are you using? And what's your name on the screen? Sergi K. Sergi K. Okay. Okay, I'll make you a host now. Mm-hmm. Thank you. So that you can share freely. And then I'll mute and turn off the other options for everyone else. Whenever you need it, we can unmute. I think now you hear me and you see me, right? Yes. Okay. مساء الخير، معكم احمد من ايجيبت لاب توب ومعانا مستر وائل من دبي. في البدايه اعرفكم بنفسي، معاكم احمد صابر من ايجيبت لاب توب. احب ارحب بكل ضيوفي من داخل مصر وخارجها في كل المجالات وكل القطاعات. احنا في ايجيبت لاب توب موجودين في السوق من 2006 كاول منصه تجاره الكترونيه في الشرق الاوسط كله. احنا لينا اكتر من فرع ومتواجدين في القاهره باكتر من فرع والجيزه في القريه الذكيه وفي المحافظات في اسكندريه وبعض محافظات الصعيد لنلبي احتياجات معظم الاماكن والكيانات. احنا شغالين في ايجيبت لابتوب في الاي تي سوليوشن من اي تو زي، في بروجيكتور، في لابتوب، في كل ما يخص الاي تي سوليوشن. بنقدم حلول بحيث ان احنا نواكب التطور التكنولوجي ونقدم حلول لعملائنا يساعدهم على التطور من خلال شراكتنا مع اكبر الشركات العالميه زي ديل وايسر واتش بي ولوجيتك وجالينجا، وهي هيكون ليها نصيب كبير جدا في حديثنا. احنا لينا خطه معينه بحيث ان احنا نقدر نوصل لمعظم الناس من خلال تكوين اكتر من برودكت بحيث ان احنا نساعد بيها الناس من خلال تواجدنا داخل منصات وكلاينت كبار جدا كجهات حكوميه او جهات خاصه بالتعليم او جهات خاصه بالشركات الخاصه الكبرى. بنكون متواجدين معاهم بحيث ان احنا نقدر نوفر لهم الحلول اللي تقدر تساعدهم على التطور التكنولوجي وتلبيه حاجاتهم. اخيرا احنا تمت الشراكه مع جالينجا. جالينجا هي شركه رائده في مجال الاي ليرنينج وتسجيل الكورسات، وبالدرجه الاولى ترمو الى تطوير التعليم في التقديم والماتيريال بتاعتها. اسيب الكلمه لمستر وائل يقدر يكلمنا عن جالينجا. شكرا احمد، شكرا كثير لك. شكرا لك مستر وائل. مساء الخير، بعتذر على اللخبطة اللي صارت في البداية، كان في مشكلة بس بالميكروفون. طبعا أنا سعيد جدا بوجودي معكم اليوم. الموضوع اللي بدي أحكي فيه هو استخدام التكنولوجيا في القطاع التعليمي. طبعا استخدام التكنولوجيا بكل مجالات حياتنا صارت هي ضرورة ملحة، وأكيد بالقطاع التعليمي هي صارت شيء ما فينا نجاهله بأي شكل من الأشكال. المشكلة اللي بيواجهها القطاع التعليمي باستخدام التكنولوجيا هو تدريب الكادر التدريسي اللي عنده على استخدام أنواع حديثة من التكنولوجيا بحيث يقدر يستخدمها حتى تتماشى مع المنظومة التعليمية، مع الخطط الدراسية. وطبعاً إحنا بنعرف كمان بحكم أنه التكنولوجيا عم تتطور بشكل أسرع بكتير من انه نحن نقدر نواكبها ونغير خططنا بشكل دائم. كمان في عندنا مشكله ممكن، فالتكنولوجيا بشكل عام هي سيف ذو حدين. من جهه نحن بنقدر ممكن نستخدمها حتى نستفيد منها، نختصر فيها وقت، ممكن نوفرها على حالنا مصاريف كثير كبيره، طبعا هذا الحكي بكل المجالات مو بس بمجال التعليمي. من جهه اخرى اذا تجاهلناها فبالتالي نحن بيصير علينا يوم بعد يوم اصعب انه نلحق هذا القطار التطور اللي عم يمشي بسرعه كثير كبيره. وإذا استخدمناها بشكل خاطئ فبالتالي أكيد رح ترتد علينا بشكل خاطئ. القطاع التعليمي بشكل عام هو بالدرجة الأولى منظومة اللي هي بتبني المجتمعات. نحن اليوم مثلا إذا بدنا نحكي على البيئة التعليمية بمصر بتواجهها عدة مشاكل. الدرجة الأولى اللي بتواجه المنظومة التعليمية هو العدد الكبير من الطلاب، فبالتالي عدد كبير من الطلاب نحن بحاجة لكادر تدريسي جدا يكون كتير كبير وضخم. تدريب هذا الكادر التدريسي حتى يصير جاهز ليدرس العدد الضخم جدا اللي الموجود هذا بالتأكيد هو مهمة كتير بدها تكون صعبة على وزارة التعليم ووزارة
أكيد التربية اللي بدها تكون معنية بالموضوع، وبالتالي بتسلسل هاي المهمات رح تروح للكوادر الجامعية المدرسية وإلى آخره. كمان احنا بيكون في عنا مشكلة كبيرة بترجع بالنهاية على عاتق المدرس بشكل خاص، المسؤولية بالنهاية رح تكون محمل عليه بشكل هو شخصي. كمان المشكلة اللي مواجهة بوجود أعداد كثير كبيرة من الطلاب سواء بجامعات المدارس أو حتى المعاهد، تواصل الأستاذ أو المدرس مع عدد كثير من الطلاب بوقت محدود اللي هو الحصة ما بيقدر يعمل سيطرة كاملة على الدرس اللي بيكون هو عم يؤديه. نحن للأسف بنكون كمان ما نعطينه خلينا نقول الأدوات اللازمة حتى يخلي درسه يكون انتراكتيف، يشد فيه اهتمام الطالب. نحن بنعرف أي حدا عنده تجربة تعليمية بيعرف أنه ما بتقدر كمدرس تجبر الطالب ينتبه على الدرس إذا هو ما بده ينتبه، سواء كان موجود معك بقلب الدرس حتى لو كان درس خصوصي، ممكن يكون هو عم يطلع عينه بعين الأستاذ بس هو بعالم تاني. فبالتالي نحن ما فينا نحارب هذا الواقع، نحن بدنا نتماشى معه بحيث نجذب انتباه الطالب للمعلومات اللي احنا بدنا نعطيها، نكون ونعطي الأدوات اللازمة اللي بتساعد الهيئة التدريسية المدرس ودكتور الجامعة حتى يقدر ينجذب انتباه الطالب، يكون فكرة بصورة مرئية يقدر يوصل فيها المعلومة بشكل يكون تفاعلي ويكون بيقدر يناسب الخطة التدريسية الموجودة عندنا. للأسف نحن بالمنظومة التعليمية الاستثمار عم يكون موجه بشكل كتير كبير على الخطط القديمة، يعني أنا إذا بدي أعمل عندي مدرسة أهم شيء إن أنا أعمر المدرسة، أعمل إلي غرف وصفوف، حط عندي اللوح وجيب الكادر التدريسي. هذا النمط من التدريس نحن ماشيين عليه صار لنا يمكن أكثر من 1000 سنة، يعني من أيام اللي ابتدأت فيه المنظومات التدريسية صرنا نطور بأنه بدلنا اللوح باللوح الأبيض اللي بنكتب فيه بالماركر، بعدين بآخر خطوة أخذناها اللي هي الشاشات الذكية. نحن بنعرف أنه أغلب الطلاب بتكون بغالب وقتها بقلب اليوم بتلتها بالموبايل، تلتها بالآيباد اللي بيكون معها بجهاز الكمبيوتر. فلحنا لنقدر نعطي معلومة صحيحة لازم نقدر نعمل سيستم متكامل يقدر يدخلنا لا هاي الأجهزة الإلكترونية اللي هي عم تاخد أكبر وقت من مساحة الطلاب. طبعاً لحنا سابقاً كنا لحنا نعرف أنه الدراسة الأوفلاين هي أولوية لا يمكن الاستغناء عنها بأي شكل أكيد حتى يمكن هلأ، ولكن لحنا فينا نطور الآلية العمل اللي بيكون فيها مستخدم الأدوات للمنظومة التعليمية. نحن بنعرف أنه كتير في مدارس وخاصة خلينا إذا بدنا نحكي عن القطاع الخاص اللي بيكون هو أكثر قابلية لأنه يواكب التطور يواكب العملية التطويرية لاستخدام التكنولوجيا، نعرف أنه في كتير استغنوا يمكن عن الكتب عم يستخدموا الآيبادات، في عندهم الشاشات الذكية، وهلأ نحن بعصر جديد كلياً. نحن بعصر نحن بنقدر نعطي فيه للأدوات للمعلم أو للمحاضر بتوفر جهد جدا كبير على المدرس ليقدر يوصل الفكرة، ممكن يخترق فيها جدران اللي بتكون هي موجودة بقلب الصف. يعني اليوم أنا مثل ما أنا شايف بهي الصورة فيني استخدم أنا التكنولوجيا تبعيتي وخلي طلابي بقلب الصف داخل الجدران عندي، قديش بيسع عندي الصف أو خلينا نقول المكان الدراسي الصف الطلابي 20 طالب 30 طالب أقصى حد 50 طالب، كم صف اللي يتسع عندي المنظومة المدرسية 50 صف 100 صف. بس نحن اليوم نعرف عن طريق الإنترنت مثل أي مجال آخر أنا قادر أني أوصل لآلاف ولملايين، فبالتالي الاستثمار إذا بدنا نحكي عنه كاستثمار ذكي اليوم في المجال التعليمي مثل أي مجال آخر لازم يكون موجه باستخدام التكنولوجيا. يعني أنا فيني اليوم وصل حصة دراسية درس تعليمي تفاعلي بصورة كتير مشوقة للطالب وكواليتي كتير عالية حتى لو كان هو موجود بأي مكان. اليوم نحن بدنا نحل مشكلة للطالب ما بدنا نزيد عليه مشكلة، بدنا نكون كتف بكتف مع أهل الطالب ما بدنا نكون لحنا عبء زيادة عليهم. لحنا بنعرف أنه كمان من أكبر المشكلات اللي بتواجه
تمام. المجتمعات العربية بشكل عام، ما بدي أقول أنا بس مصر، اللي هي مثلا خلينا ناخذ مثال الدراسة الثانوية، المرحلة الثانوية أو الثانوية العامة، هي المرحلة بتتطلب استثمار كثير كبير بالدروس الخصوصية، بالوقت، حتى بالستريس اللي بيكون محطوطين فيه أهالي الطالب. بالنهاية هذا كله، بالنهاية الهدف منه أنه إحنا نوصل معلومة نحفظها للطالب، نفهمه حتى يقدر يدخل على هذا الفحص ويقدر يقطع الامتحان. أنا إذا كنت اليوم عند المدرس وعندي كتاب فيه 250 صفحة، 300 صفحة، بأي مادة كانت، بالفيزياء، بالرياضيات، بالعلوم الأحياء، باللغة العربية، أنا موجود عندي سطور بدي أقرأ بهذا الكتاب لحتى وضل عيد فيه لحتى ركز هاي المعلومة بمخي، أقدم فحصي بطلع منه، أول شيء بسويه كطالب بصير بدي أنسى كل هاي المعلومات. فهون نحن بنكون فعليا، حتى لو الطالب أنجز امتحانه سواء إذا كان بالجامعة أو بالمدرسة ونجح وأخذ علامات عالية، أنا إذا ما قدرت أزرع المنهج الدراسي اللي أنا كنت حاطه له بطريق الطالب على مدى بعيد، معناته أنا فعليا بكون فشلت بالخطة اللي حاططها للتدريس. كيف فيني أنا أقدر رسخ المعلومة ببال الطالب؟ هو بإني أخلق تصور. فلهيك مثلا إحنا بنشوف إذا بالجامعات اللي بتكون فعليا هي الميزانية أكبر، منروح على كلية الطب بنلاقيهم بيستعينوا بمثلا أعضاء جسم الإنسان، بيفرجوا الطالب بالتجارب العملية، بالفيزياء، بالكيمياء، بالكليات الهندسية، بصير أكثر الطالب يستخدم شيء عملي. هذا الشيء شو الهدف منه؟ لحتى نحن نخرط الطالب بواقع عملي، نقدر نفرجيه شيء ملموس، نقدر نخلق تصور عنده لهالنصوص اللي موجودة عندي بقلب الكتب. هاي التكاليف ممكن تكون جدا عالية، مو كل الجامعات تقدر تتحملها لكامل الكليات الموجودة عندها لكل الدروس. هاي مهمة التكنولوجيا، ولهيك نحن محظوظين جدا أنه عايشين بسنة بالقرن 21، بسنة 24 اليوم، نحن قادرين نستخدم كتير أشياء تقدر تخلينا تساعدنا على أنه نخلق هذا التصور عند الطلاب. فينا نستخدم صور، فينا نستخدم ملفات أوديو، فيديو، أنيميشن، صور متحركة، نلجأ لمواقع، نلجأ لبرامج مستخدمة تعليمية مثل برنامج 3D Max مثلا، أو المواقع التعليمية اللي ممكن أنا تخليني أقدر أشرح هاي الأفكار اللي بدي إياها، اخلق تصور عند الطالب، وهيك انا بكون فعلا وصلت للهدف اللي بدي اياه، شديت انتباه الطلاب، اعطيتهم المعلومه مثل انا ما بدي اياها بشكل صحيح. ولكن كيف انا بدي اسوي هذا الماتيريالز للطالب؟ هون احنا بنجي بقى على المشكله الثانيه اللي للاسف بتواجه غالب الجهات التعليميه، اللي هي صناعه المحتوى التعليمي. اليوم انا كمدير مدرسه أو عميد كلية أو رئيس جامعة، قررت أني أنا بدي أسوي لكل المنهج التعليمي اللي عندي، بدي أسوي محتوى فيديو يكون رديف للطالب. مثلا أنا لما بعطي محاضرة مدتها بتكون فرضا ساعة ونص، وعندي بقلب المحاضرة بين 50 للـ100 أو للـ200 طالب، الاستيعاب بالنسبة للطلاب هو مختلف متفاوت. في عندي طلاب ممكن تفهم المعلومة من أول مرة، في طلاب بحاجة للتكرار، هذا شيء طبيعي جدا. في طلاب بحاجة لثلاث أو أربع مرات وبحاجة لترجع ترسخ هاي المعلومة لحالة بالبيت. فبالتالي عندي في تفاوت في الاستيعاب عند الطلاب، وهذا شيء جدا طبيعي. فأنا بكون كمدرس عندي بوقع بنارين، مشكلتين، يا أما بدي أكرر المعلومات بشكل كتير كبير فأنا بدي أخسر وقتي اللي أنا مفروض أن يكون ملتزم فيه للخطة الدراسية، هذا واحد، وبالتالي تكراري بيكون ممل للطلاب اللي ممكن يكون استيعابهم أسرع. يا أما أنا ما رح كرر المعلومات اللي عم بسردها، فبالتالي في عندي طلاب بحاجة لأني أعطيهم اهتمام أكبر، هذول الطلاب بيكونوا ما عم بيفهموا. أول محاضرة، ثاني محاضرة، طالب بنلاقيه لحنا صارت دوامه بالجامعة أو دوامه بالمدرسة هو عبارة عن مشكلة بحياته، شيء ملزم انه يسويه ولكن ما عنده رغبه فيه نهائيا. فبالتالي بيكون في هون احنا بننتقل للخطوه الثانيه اللي هي حل المشكله، يا اما بده يلجا لدروس خصوصي، يا اما خلص هو صفى مع الطلاب اللي هن مستواهم ضعيف،
صار بيمشي حاله بأنه بس يقدم فحص وينجح بهدول الامتحانات. هلأ الفكرة أنه أنا إذا كنت بدي أحل هذا الموضوع كجهة تعليمية فأنا لازم أعمل له محتوى تعليمي مثل خليه يشوف وهو بازا يقدر يرجع للطالب بأي وقت هو بده. يعني اليوم أنا إذا كنت عم بعطي محاضرة مدة ساعة ونص فعلياً بعد دراسة اللي إحنا سوينا هالمعلومات اللي بيحكيها المدرس هي ما بتزيد عن 20 ل 25 دقيقة من دون تكرار، لأنه المدرس لازم هو كمان ممكن يكون عم يعطي وظائف، عم يجاوب على أسئلة الطلاب، عم يكرر معلومات. فعلياً سرد المعلومات بشكل كامل لمحاضرة مدة ساعة ونص هي بتتراوح ما بين 18 ل 25 دقيقة. طب أنا هاي 18 ل 25 دقيقة أنا فيني أعمل فيها درس تعليمي فيديو لكل محاضرة لكل درس. كل أستاذ مختص بيقدر يسوي هذا المحتوى التعليمي بحسب الخطة والمنهج الدراسي اللي بيكون عندي. هلأ الفكرة أنه إذا عم نحكي لحنا على جامعة موجود فيها 10 كليات، بكل كلية في 4-5 سنين، بكل سنة في مو أقل من 12 مادة، بكل مادة في حوالي 20 محاضرة، فهذا العدد جدا هائل. ويمكن أنا بحاجة لمدينة الإنتاج الإعلامي حتى أتصور لي كل هذا المحتوى. هون بتكون الحل اللي إحنا بنقدر ناخده من التكنولوجيا المتطورة واللي إحنا كمان بنقدمها به استديوهاتنا استديوهات جالينكا. احنا عندنا منظومه بتخلينا نقدر نصور محتوى تعليمي تفاعلي بكواليتي جدا عاليه بدون ما نكون احنا بحاجه لاي فريق جدا يكون كتير كبير. احنا بنعرف اي فيديو بدنا نسويه حتى لو مدته 10 دقائق احنا بحاجه لوقت جدا كبير ولفريق كامل من مصورين لأشخاص بيشتغلوا بالمونتاج بعد التصوير. نحن بحاجة لفريق وتجميع هذا الفريق بحد ذاته هو مهمة صعبة. طبعا نحن التجربة في حوالي 34 دولة حول العالم، قلنا تمثيل ومكاتب بكتير دول حول العالم مثل بريطانيا، موجودين نحن بهولندا موجودين بأمستردام وبأمريكا، موجودين باليابان، موجودين مكتبنا الرئيسي بدبي. لنا الشرف كان من حوالي السنة نتواجد بمصر مع شركائنا بإيجيبت لابتوب، موجودين بالمملكة العربية السعودية وبدول تانية. معلش أنا هقطع حضرتك، أنا أسفة جدا، بس هي screen inverted فهو الكلام بالنسبة لنا يعني مش ماشي صح. screen is inverted فهو كأننا واقفين في المراية، فاهم؟ تمام. ثواني. معلش اعطيني ثانية لو سمحتي. هيك؟ كده تمام. شكرا كثير على الملاحظة، شكرا كثير لكم. تمام. فاللي كنت أنا عم أقوله إنه إذا إحنا قررنا إنه نستخدم التكنولوجيا الموجودة عنا حالياً لنعمل محتوى تعليمي بيكون مرجع للطالب وبيكون أداة بإيد المعلم حتى يقدر يشرح درسه بشكل تفاعلي، يقدر يخلق صورة عند الطلاب، إحنا بحاجة لفريق جداً كبير. وهون بتكون هاي المهمة شبه مستحيلة، بس باستديوهاتنا إحنا ما أنا بحاجة لكل فريق، شخص واحد قادر انه يسوي المحتوى التعليمي هلا كمان المشكله اللي بتواجه الاساتذه او المدرسين بشكل عام حتى لما بدهم يعملوا فيديوهات تفاعليه يستخدموا فيها التكنولوجيا انه ما بيكون في عندهم خبره خلينا نقول بالمونتاج. فبيكون انا كمدرس بكليه الفيزياء عندي ببالي في تصور بدي اسوي فيه فيديو معين مدته 15 دقيقه، لازم انا اقعد مع الشخص اللي بده يعمل المونتاج، يمكن يفهم علي يمكن ما يفهم علي، ولازم صور أنا هذا الفيديو. لجمع هذا الفريق هي بحد ذاتها هذا الموضوع مشكلة. كل هذا الشيء اللي احنا بنقدر نستغني عنه، استوديو جالينجا شخص واحد قادر انه يستخدم الاستوديو. الموضوع جدا بيكون بسيط، اي حدا قادر انه يسوي برزنتيشن باوربوينت
فهو قادر انه يعمل برزنتيشن على الويب اديتر الخاص فينا، ويب اديتر جالينجا. فبالتالي انا بسوي البرزنتيشن تبعيتي. الفرق بينه وبين البرزنتيشن العادي اني انا بكون موجود بداخله، مثل الشيء اللي عم تشوفوه حضرتكم هلا. بالاضافه لانه انا بيكون بهي الحاله انا بكون عم بوفر وقت بين 20-40% بالحد الادنى بين استخدام خلينا نقول استديوهات تقليديه ولما بنستخدم استديوهات جيلينجا. طبعا بالاضافه كمان للتكلفه، التكلفه الماديه بتكون بين 2-4 مرات بتكون بالحد الادنى، تكلفه اقل باستخدام استديوهات. هلا انا بشوف بشكل عام الاستثمار بالتكنولوجيا بالقطاع التعليمي هو ضروره جدا ملحه مثل ما حكيت بالبدايه، ولازم تكون بوتيره سريعه، لانه نحن اذا عم نحكي حتى عن منافسه بين الجامعات او بين المدارس، فانا كل ما بتاخر اكثر في عندي جامعات ثانيه عم تستخدم هي التكنولوجيا، فصفى الفرق بيني وبينهم انا جدا كبير. فهي مساله وقت، ممكن اكون انا خاصه اذا كنت انا قطاع خاص صفيت برا المنافسه الموجوده بالسوق. وطبعا الفكره الاهم اللي هي انه اي شخص قادر يستخدم استوديو جالينجا. الاستوديو طبعا هو مكون من جزئين، ممكن هلا كمان نحكي عنه بشكل اكثر تفصيل. هو من جزء هاردوير وسوفتوير مصمم حتى يكون سهل الاستخدام، اي شخص قادر انه يستخدم الاستوديو بحاجه للتدريب لمده ما بتزيد عن ساعه واحده فقط وبصير قادر انه يستخدم الاستوديو. فهون احنا بنكون حلينا المشكله من اكثر من جهه. المشكله الاولى اللي هي طبعا اللي هي الاهم، اللي هي الطالب اللي انا لازم اعطيه مستوى عالي جدا من التعليم، لازم انا اكون مامن عليه باي حاله من الحالات. مثلا في حال كان هو بحاجه لانه يكرر المعلومه، فانا بكون اعطيه محتوى تعليمي يقدر يكرر المعلومه قد ما بده بدون ما يلجا لاطراف خارجيه. ما بعرف انا اذا كانوا عم يدرسوه صح او لا، احنا هون اكيد عم نحكي عن الدروس الخصوصيه. هذا واحد. اثنين، في حال تغيب الطالب عندي انا لاي سبب، كان سبب مرضي لاي سبب اخر، فبالتالي كمان في هو عنده مرجع بيقدر يرجع له، بيقدر يرجع له هي المعلومات، ما بيتاثر في حال غاب لمده اسبوع خلينا نقول لاي عارض إن كان، ما بيصير في عنده هي الفجوه بالتعليم بتخليك يصير متاخر كمان عن اصدقائه. كمان هي مشكله احنا بنحلها بهي الطريقه. بالاضافه لانه احنا بنعرف بسنة 2020 البانديميك اللي صار بالعالم، اللي هو كان غير متوقع اكيد عند اي حدا، انه احنا كل العالم بكل الكرة الارضية المفروض يقعدوا ببيوتهم ويصير في حجر. احنا وقفنا عن انه نتحرك برا بيوتنا، بس الحياة استمرت. ويمكن تعلمنا فيها انه الانترنت هي كمان برجع بقول هي حاجة ملحة، بس قديش كان من الجهات التعليمية المنظومات التعليمية كانوا جاهزين لهيك حادثة. هذا الشيء ما له بخص فقط مصر، بالعالم 99% من الجهات التعليمية ما كانت مهيئة لهيك نوع من السيناريوهات. بس هلأ الكل عم يشتغل على أنه يكون جاهز في حال لا سمح الله صار أي شيء مشابه لهذا الموضوع. فبالتالي أنا برجع على فكرة الاستثمار المبدئي اللي هو التقليدي اللي بيكون بتصور الإدارات بالمنظومات التعليمية، أنه أنا عندي المفروض يكون بناء اللي هو أكيد صح 100%، ما في أي خلاف على هذا الموضوع. في عندي صفوف، في عندي الأدوات اللي بتكون داخل الصفوف، في عندي الكادر التعليمي. بس إحنا ما بدنا ننسى أنه بعصرنا الحالي وصولي لأكبر عدد من الطلاب بغض النظر إذا كانوا موجودين عندي بقلب الصف أو برا الصف، هي ضرورة صارت أكثر إلحاحاً، ولأوصلهم لازم أوصلهم بشكل صح. طبعا هذا استوديو اللي أنا موجود فيه من الداخل مثل ما قلت هو هو مكون من جزئين، جزء software وجزء hardware. رح أشرح لكم بشكل مختصر كيف آلية العمل اللي بتتم. أنا على يساري بيكون موجود في عندي projector. هذا البروجيكتر مهمته يبص صورة على البانل الأبيض اللي بيكون على يميني. مقابلي تماما يكون في عندي شاشة، أنا بقدر أشوف على هاي الشاشة إما الضيوف اللي بيكونوا موجودين معي بالأونلاين
او انا بحط البرزنتيشن اللي بتكون معي قدامي وراها بيكون في كاميرا. هلا الكاميرا انا ما بشوفها. كمان هذا سبب كتير مهم، في كتير ناس ما بتحب توقف بوش الكاميرا، هذا الشيء بيسبب لها ستريس، بيسبب لها ضغط، بتكون مو مرتاحه. فبالتالي انا كمدرس لما بصور محتوى تعليمي بقلب استوديو جالينجا، بما اني انا بحاجه ماني بحاجه لاي حدا يساعدني، بسكر الباب بقلب الاستوديو، ما بشوف اي كاميرا، فانا بكون اختصرت جدا ستريس على المدرس وحطيته ب خلينا نقول بجو يكون فيه مريح بالنسبه له، حتى يقدر هو يسجل المحتوى اللي بده اياه، في حال اخطا، في حال حب انه يعيد، بيقدر يسوي كل شيء لحاله بكل سهوله. هلا الهاردوير الموجود بالداخل هو عباره عن 100 قطعه. طبعا انا في عندي بيكون في عندي شاشات على اليمين وعلى اليسار، في حال انا مثلا انتقلت للجهه اليمينيه فانا بضل عم شوف البرزنتيشن تبعيتي وعم سيطر عليها بكل تفاصيلها. مهمه السوفتوير هي انه تعمل دمج ما بين الصوره اللي بيكون اللي بتكون موجوده بالبرزنتيشن وما بين الصوره اللي بتكون عم تصورها الكاميرا. السوفتوير هو بيعمل دمج بيناتهم، بتطلع عندي عندكم الصوره اللي انتم شايفينها حاليا. طبعا احنا الكاميرا المستخدمه الكواليتي تبعتها جدا عاليه. كل شيء انا بقدر اتحكم فيه من خلال هذا اللوح الزجاجي اللمسي سنسر تاتش جلاسز، من خلاله انا بقدر اتحكم بكل شيء موجود عندي بالبرزنتيشن. طبعا عندي بالخلف بيكون في عندي خلفيه لونها ابيض او اسود او الكروم الخضراء. اني اتحكم وغيرهم كمان اوتوماتيكيا الموضوع جدا سهل، كمان ممكن افرجيكم كيف بيسم الموضوع بسهوله وسلاسه. الفكره انه احنا اللي نقول بالبرزنتيشن اللي بنقدر نقدمها من خلال استوديو جالينجا فينا نسويها اما اونلاين مثل ما احنا شايفينها هلا. فبالتالي مثل ما قلت انا لو كان في صار في حاجه ملحه اني انا اعطي دروسي اونلاين، فانا اليوم ما بقدر كمان مثل ما قلت سيطر على الطالب وهو موجود عندي بالصف، فكيف انا بدي اقدر سيطر عليه او اعرف اذا هل هو منتبه معي او لا؟ اذا كنت انا كل شيء عم بستخدمه هو خلينا نقول زوم ميتينج او جوجل ميت، اقصى ما هنالك انا ممكن عم بكون عم بستعرض له برزنتيشن على باوربوينت، والطالب بيكون مسكر الكاميرا مسكر الميكروفون، فانا ما بعرف اذا هو عم يتفاعل معي او لا، والطريقه الوحيده هي انا شد انتباهه. طبعا هذا هو اللوح تاتش اللي انا من خلاله بقدر اتفاعل مع كل العناصر اللي تكون موجوده عندي اللي هو قدامي امامه. مثل ما قلت انا فيني نضيف هي فايلات بدنا سواء فيديوهات، فينا نضيف انيميشن، اي شيء فينا نضيفه على قلب البرزنتيشن لنعملها تفاعليه بالطريقه اللي احنا تكون تخدمنا. كيف انا بستخدم استوديو؟ كيف انا بسوي هي الصوره وكيف بسوي هي البرزنتيشن؟ بالبدايه انا بحاجه لاني انشئ برزنتيشن على الويب اديتر الخاص فينا، هو ممكن اسويه اونلاين. الموضوع جدا بسيط، كيف انا بكون بتخيل كل سلايد انا بدي اياه، مثلا هون انا بدي احط صوره، هون انا بدي احط مثلا فيديو انيميشن، فيني كمان احط موقع انتقل لموقع مباشره على الانترنت. كل شيء بقدر اتحكم فيه بشكل مباشر من خلال اللوح التاتش اللي بيكون قدامي. فبالتالي انا ماني بحاجه لسمارت سكرين تكون موجوده وراي، بصير انا بدي ادير وشي عليها، علم عليها بعدين ارجع اطلع على الطلاب، او حتى اذا كان عندي درس اونلاين ارجع اطلع على الكاميرا. كل شيء بتحكم فيه وانا عندي محافظ على التواصل البصري مع طلابي او مع الاشخاص اللي بتكون موجوده معي بالفيديو. بعد ما اسوي البرزنتيشن بجي على الاستوديو باخذ مكاني وببدا تصوير مثل ما بلشت تسجيل انا بالبدايه. مجرد ما خلصت من تصوير الفيديو اللي انا بدي اياه بكبس على انتهاء التصوير والفيديو صار عندي جاهز 100% حتى اقدر استخدمه على اي منصه انا بدي اياها. فبالتالي انا بكون اختصرت وقت جدا كثير كبير، ماني بحاجه لارستور ناس تشتغل فيه بالمونتاج، ممكن هذا الموضوع ياخذ يومين ثلاثه اسبوع او اكثر. فبالتالي اذا كان انا عندي في فريق عم يستخدم طرق تقليديه لتصوير محتوى تعليمي، اذا بيطلع لي بالاسبوع فيديو هين او ثلاثه اللي هو بيكون
كتير ممتاز، فأنا بضل طلع أضعافهم بيوم واحد. يعني أنا عندي بالاستوديو ساعة التصوير بتطلع لي تقريبا 50 لـ 55 دقيقة محتوى متكامل مباشرة بعد انتهاء التصوير. طبعا الاستخدامات بتكون استخدامات مختلفة، يعني فيني استخدم الموضوع لمحاضرات، أو فيني استخدم حتى الموضوع هذا لشيء تسويقي. إذا أنا بدي أسوق مثلا لكورسات تعليمية، بسوي كورسات تعليمية عندي بالجامعة أو بالمدرسة، بدرس سيمينارات، كورسات، أي شيء ممكن يكون أنا بحاجته أسوي فيه محتوى تعليمي من خلال الفيديوهات، فأنا بقدر أستخدم فيه الاستديو. من الأشياء اللي بقدر أنا كمان ضيفها اللي هي صور عالية الدقة. طبعا هذا الشيء أنا ممكن أكون استفيد منه بالكليات الهندسية، فبقدر شارك أي شيء مع الطلاب بدي إياه وبيشوفوه بدقة جدا عالية. هلأ إذا بدنا نحكي عن المساحة اللي أنا بحاجة أني استخدمها باستوديو تعليمي، أنا بحاجة لمساحة 30 متر مربع، خلينا نقول 5 أمتار في 6 أمتار، هي المساحة اللي بكون أنا بحاجة أني استخدمها. هلأ أكيد أنا أي شيء بكون عم بكتبه على اللوح اللي قدامي أو على اللوح اللمسي اللي بكون قدامي هو عبارة عن شيء ديجيتال، وبالتالي أنا ما عم بكتب، ما عم بستخدم الماركر العادي. فيني استخدم ماركر اللي هو حاليا هو عبارة عن قطعة بلاستيك، بالتالي أنا إذا بنتقل للسلايد اللي بعده تختفي أنا عندي الملاحظات اللي كتبتها. في حال أنا كان في عندي درس كتبت ملاحظة معينة، انتقلت للسلايد بعده، أحد من الطلاب سألني سؤال، اضطريت أني أرجع، وبرجع بلاقي أي ملاحظة أنا كتبتها بضل محتفظ فيها السلايد، لأنه كله هو عبارة عن شيء ديجيتال. ولما بدي أمحي فيني أمحي بهذا الشكل، أو فيني أمحي بضغطة زر كمان على اللوح اللي بيكون قدامي. طبعا مثل ما أشرت بالبداية أنه الاستخدامات بتكون مختلفة، ممكن أن أستخدمها بكل أي شيء بيكون أي مادة أنا بديها، سواء بالرياضيات، بالهندسة، بالعلوم، وعلى فكرة خاصة بعلوم الأحياء، يعني أنا بقدر أعمل دروس كثير تكون بتشد الطالب وتكسر الحالة النمطية من طرق الدروس التقليدية. في حال أنا كان في عندي نصوص بدي أشيرها للطلاب كمان معي، كمان هاي النصوص بتكون بشكل جدا واضح. لو حبيت أنا أني أحط مثلا علامة مائية على ملاحظة أنا شايف أنه مهمة أعلم عليها، كمان أنا فيني أستخدم العلامات المائية. طبعا مسبقا فيني أختار أكثر من لون، 3 ألوان، وأنا عم جهز المحاضرة اللي عم سويها، ولو بدي أمحي مثل ما قلت فينا نمحي بكل سهولة. فبالتالي أنا دائما بكون عم باخذ انتباه الطالب بشكل دائم، عم بكون بشكل تفاعلي معه حتى لو ما كان عندي بقلب الصف. هي صورة كمان للاستوديو، كان في عنا نحن تور من الأسبوع الماضي واللي قبله بجامعات بالإمارات العربية المتحدة. استوديوهات جولينجا موجودة بمدرسة محمد بن راشد للتدريب الحكومي، وجامعة محمد بن راشد الطبية، بالإضافة كمان لكثير جامعات حول العالم. It's Alex from Jolinga here, and I'm about to present to you the most powerful presentational tool on the planet. So basically, I'm in the studio and I can do cool things with it. I can move around any object. That's the name of our company, Jolinga, and I'm really in control of my presentation. I can move any object on the screen. I can. الفكرة أنه حتى أنا الفيديوهات يلي بصورها داخل الاستديو هي بتضل عندي محتوى تعليمي، بقدر أرجع أعيد استخدامه مرة تانية بمحتوى آخر كمان داخل الاستديو. في فكرة كتير مهمة كمان، أنا كجهة تعليمية سواء مدرسة أو جامعة، السمعة اللي أنا بكونها هي مبنية على ثقة الطلاب والمحتوى التعليمي اللي بقدمه للطالب، ففعليا هي مبنية على الكادر التدريسي اللي بكون عندي. إذا كان عندي كادر تدريسي جدير
بالتدريس سمعته بتكون ممكن تكون ممتازة، فبالتالي أنا الطلاب رح تيجي تسجل عندي بناء على سمعة المدرسين. يمكن أي حدا كان عنده جامعة أو بمدرسة صارت معه حالة إنه واحد من المدرسين اللي جدا مهمين تركوا التدريس لأي سبب، سافر لبلد تاني، ممكن لقى مكان شغل آخر، هذا الشيء بيكون جدا مؤلم للإدارة بهي الجهة التعليمية. إذا بدنا نحكي شوي على الناحية المادية، أنا كإدارة بمنشأة تعليمية لما بدفع المرتب للمدرس اللي عندي، أنا فعليا بكون عم بدفع الوقت اللي هو عم يعطيني إياه، تمام؟ فبالتالي هذا الوقت أنا ممكن كمان أقدر استخدمه بغير الطرق التقليدية، يعني في حال انتهى الدرس، انتهت المحاضرة، خلص أنا ما عاد بقدر أعيد استخدام هذا الوقت اللي كنت أنا أساسا مستثمر فيه. فبالتالي أنا إذا كان عندي أستاذ مميز، مدرس مميز جدا، بقدر أنا كمان هاي الدروس اللي هو عم يعطيها بقدر خليها كمان محتوى تعليمي يضل عندي. لما بيجيني مدرس بعد منه بقدر مشيه على نفس المنهج، تمام؟ بقدر أعيد استخدام هاي الدروس مرات تانية ودرب الكادر التدريسي اللي ممكن يجي في وقت لاحق على نفس المنظومة اللي ماشي عليها المدرس اللي أنا بعتبره هو الأجدر. وهذا الشيء كمان بينطبق لو كان أنا عندي خصوصا للمدارس اللي بتكون في إلى أكثر من فرع، مثلا أنا في عندي مدرسة موجودة بأكثر من مدينة بأكثر من بلد، كثير بيكون في صعوبة بإني أنا وحد المداهج التعليمية. لما بستخدم التكنولوجيا مثل تكنولوجيا جالينجا، فبالتالي الموضوع رح يصير علي أسهل بكثير. عندي أنا 10 أفرع، 20 فرع، 100 فرع للمدرسة، أنا بقدر أخلي محتوى تعليمي واحد. كل الكوادر التعليمية اللي بتكون موجودة بغير مدارس هي بالتأكيد بكل سهولة رح تقدر تمشي على نفس هذا المنهج التعليمي. هذا واحد نقطة كتير مهمة. نحن دائما ننظر للغرب، وهي هذا حقيقة، يعني هذا واقع أنه هو متطور عنا بناحية التعليم. خلينا نقول دول اللي مثلا التعليم بجامعات أسماء جدا كبيرة بدول غربية، وبنفس الوقت احنا بدولنا عم بيصير في تطور، عم بيصير في شغل مشهود له بشكل كتير كبير بأنه احنا نواكب هذا التطور. بس بنرجع على فكرتين ممكن يكونوا هن العقبة، اللي هو البادجت المالية بتكون عند الجهات التعليمية من جهة، وقديش أنا ممكن يكون عندي كفاءات تغطي لي كل الكليات إذا كنت أنا جامعة، أو كل المواد التعليمية إذا كنت أنا مدرسة. لأقدر أجيب هاي الكفاءات ممكن أنا كمان لاقي صعوبة بإني أنا ضل أعمل تطوير لمناهجي بشكل مستمر. لما بكون عم استخدم التكنولوجيا بشكل عام، هي النعمة اللي إحنا موجودين فيها هلأ، اللي أنا بقدر أطلع على أي منهج تعليمي موجود بأي بلد بالعالم، وحتى في كمان يعني جامعات صارت بتحاول هي تعمل نوع من التعاون مع غير جامعات حتى تقدر تساعد أنه تنهض أو ترفع مستوى التعليمي تبعه. بقدر نطلع على مناهجهم من خلال الإنترنت بدون ما أنا لا أروح ولا حتى أجي. بيضل علي فكرة أنه أنا حط خطة وهدف حتى أنا أطور المنهج التعليمي تبعي. أنا عم درس مادة معينة، خلينا نقول مادة الإدارة، مادة المحاسبة. طب أنا المادة الكتاب الموجود عندي ممكن يكون يعني كان هو جيد جدا من 10 سنين، بس مو لهالوقت الحالي، فأنا لا أقدر طور هذا الكتاب بحاجة لوقت جدا كبير. فمنلاقي لهيك دائما طلابنا بس تتخرج من الجامعات شو بتسوي؟ أول شغلة بتسويها بتروح بتاخد كورسات تعليمية بمعاهد. إذا منقيس الميزانية المعهد بميزانية الجامعة لا تقاس، أكيد الجامعة أكبر بكتير، بس في ليونة أكتر ممكن تكون عند هاي المعاهد، وفي بيكون تنسيق أكبر حتى يعطوا الطالب الشيء اللي هو عم يدور عليه بالحياة العملية. إحنا ما عم نقول شغل المعاهد هو الصح، بالتأكيد ما هي الفكرة، بس الفكرة اللي بدي وصلها إنه إحنا إذا نعطي الجهات التعليمية مثل الجامعات سواء حكومية أو خاصة الأدوات اللازمة لتسهل عملية تطوير المناهج التعليمية، لأنه إحنا إذا بنحكي على معهد منهجه بيكون جدا صغير بالمقارنة بقديش بيكون ضخم المنهاج التعليمي بجامعات. فلحنا لما نعطيهم الأدوات اللازمة اللي بتسهل هذا الموضوع، فأكيد رح بالنتيجة رح نعطي مستوى تعليمي جدا عالي، ومن خلاله يتخرج عنا الطالب الجامعي جاهز مباشرة لحتى أنه يفوت ينخرط بسوق العمل. حتى أنا كجامعة
ممكن أنا أصير هيئه وأعمل له مثلا دروس عملية لحتى أنا فوته على الجامعات وأعمل شراكات مع الشركات اللي هو ممكن تكون أحد الشركات المحتملة إنه يشتغل فيها، حتى أنا هيئه يطلع من عندي متخرج من الجامعة جاهز مباشرة لسوق العمل، ما يتخرج من الجامعة ياخذ شهادته ويصير هو يدور كيف بده يطور حامله بشكل عملي. الفكرة اللي حكيت عنها إنه نحن بنقدر كمان ننتقل لأي موقع على الإنترنت بشكل مباشر، بقدر أنا أستخدم اللوح التاتش الموجود قدامي بإني أتحكم بجهاز الكمبيوتر اللي بيكون عندي بدون الحاجة لأني أرجع لجهاز كمبيوتر أو أني أحمل آيباد بإيدي. رح أفرجيكم بهذا الفيديو كيف بيكون شكل الاستديو من الداخل. طبعا شركة جالينجا بالعام الماضي حصلت على مجموعة جوائز في أمريكا في معرض إنفوكوم، كانت حصلت على جائزة The Best Show أفضل عرض في معرض Teach Learning بأمريكا، وكمان كان لنا الشرف أنه حصلنا على الأورد ببريطانيا العام الماضي كأفضل أفضل منظومة للتعليم عن بعد. بالإضافة كمان لأفضل مشاركة في معرض ISE بإسبانيا في سنة 23 وبمؤتمر Education 2.0 في الإمارات العربية المتحدة. CEO الشركة حصل على كمان جائزة أفضل مشاركة في مؤتمر Education 2.0. بالنسبة لي أنا كأحد أفراد الفريق عمل شركة جالينجا المسؤول عن منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، من أول ما اشتغلت بالشركة كتير كنت متحمس لتدخل منظومة جالينجا بالوطن العربي بشكل عام وبمصر بشكل خاص لكتير أسباب. أول شيء بدرجة الأولى حبي لمصر، أنا ما سبق وزرت مصر ولا مرة بس إن شاء الله يعني قريبا لحزور مصر، بس إلي عندي حب كتير كبير تجاه مصر. أنا بحس حالي يعني أكيد إني زرتها من خلال البرامج والمسلسلات والأفلام المصرية، وكتير قريب من الحياة اليومية يعني متابع جداً لمصر بشكل عام، ولحنا مثل ما بيقولوا مصر أم الدنيا وأم الدنيا والأم الوطن العربي. فأنا بعرف حتى يعني من مو بس من الناحية العاطفية كحبي لمصر، حتى بعرف أنا من الناحية خلينا نقول التجارية البحتة وجودنا بمصر هو كان مع شركة لابتوب هو كمان إضافة جدا كبيرة لنا. ومتمني أنه كون أنا كشخص أسهمت ولو بشكل كتير بسيط بأنه كمان ننهض بالمنظومة التعليمية بالمستوى التعليمي بالوطن العربي بشكل خاص بشكل عام وبمصر بشكل خاص. طبعا هي كمان مثال تاني على نحن كيف نقدر ندخل لأي موقع من المواقع. هلأ هي الميزة أنا شو بقدر استفيد منها في حال كنت أنا عم بعطي درس واضطريت أني أروح على أي موقع فيه مقالة علمية أو أي شيء، فأنا بقدر أستحضره مباشرة حتى أشرح للطالب بشكل مباشر عن شو الشيء اللي عم بيحكي. طبعا بالإضافة لأنه أنا بقدر شارك سطح جهاز سطح المكتب عندي على جهاز الكمبيوتر، فبالتالي إذا كانت في عندي مشاركة من طالب كمان بقدر أنا تضيف هاي المشاركة مباشرة. استديوهات جالينجا فيها أكثر من نوع، يعني هي بتخدم أكثر من نوع. هذا الاستديو اللي احنا موجودين فيه حاليا اللي احنا بنسميه جالينجا ماكس، طبعا في عنا هو مخصص للتسجيل الاحترافي للمحتوى التعليمي ومخصص للتدريس الأونلاين المباشر مثل المثال اللي عم نشوفه هلا. احنا في عنا شيء اسمه كمان جالينجا كلاس روم. جالينجا كلاس روم هو مخصص للتدريس داخل الصف، هو منظومة هايبرد اللي هي بتخدم التدريس الأوفلاين والأونلاين بنفس الوقت. يعني مثال احنا رح نشوف الصورة مثلا اللي قدامي،
عادة المدرس هو بيكون موجود أمام اللوح، تمام؟ فهو بيكون عم بيكتب المعلومات على اللوح، غالب الوقت بيكون عم يدير شو عن الطلاب. فهون مثل ما قلت أنا ما بنقدر نسيطر على الطلاب حتى لو كانوا موجودين معنا بمنظومة جيلينج، أو بالكثير ممكن يكون عنده سمارت سكرين كمان نفس الشيء، هو مضطر أنه يدير وشه عليها بكل الوقت. منظومة جيلينج كلاس روم، المدرس بيكون موجود على على الطاولة اللي بتكون عنده، محطوط عنده أمامه بيكون لوح لمسي اللي هو جيلينج كلاس روم، بيقدر من خلال هذا اللوح يشوف الطلاب وبنفس الوقت يتحكم به البرزنتيشن اللي بتكون عنده مثل اللي شايفينه نحن امامنا، اللي ممكن تكون مبسوسه اما على من خلال بروجيكتور او على شاشه. فبالتالي الطالب اللي بيكون موجود بالصف بيكون هو شايف الاستاذ شايفه امامه وبيكون شايف الدرس التفاعلي بشكل مباشر. فهون انا مثل ما قلت هون انا بكون فعليا عم روح لاني حل اي صعوبه بتواجهني كمنظومه تعليميه من دون ما عاند المشكلة اللي بتكون موجودة عندي، لا أسعى لأني حلها بحيث أنا مثل ما قلنا نحن نختزل فكرة المهمة التدريسية ما بين المدر بالنهاية ما بين المدرس والطالب. فأنا شو المطلوب مني؟ أنا لازم أعطي المدرس الأدوات اللازمة لحتى يعمل درس تفاعلي يشد فيه انتباه الطالب، ولازم أخلق تصور يكون اخلق تصور عن كل الأفكار اللي عم بشرحها للطالب تقدر تدخل بسهولة لإله وتشد انتباهه. وبالنهاية بدي هذا الطالب أنه هو فعلا يحمل علم، أقدر هذا الدرس اللي أنا عم بعطيه يضل موجود معه بعد الفحص، مو بس ما انتهى من الامتحانات بيكون خلاص انتهى الدرس. نقطة ثانية، الأشخاص اللي بيكون موجودة معي بالأوفلاين بيكونوا عم يشوفوا هذا الدرس بالإضافة للطلاب اللي بيكونوا موجودين معي أونلاين. يعني في حال أنا تغيب عندي طالب مثل ما قلنا لسبب مرضي لا سمح الله أو لأي سبب آخر، فكمان الطلاب اللي بتكون موجودة عندي على الأونلاين من خلال أجهزة الكمبيوتر اللي تكون عندهم أو الآيباد أو التلفونات الأجهزة الذكية بيقدر يشوف الدرس كأنه موجود بالصف معي مباشرة، وبيقدر يشارك. بيكون في عندي أنا سبيكر موجود جنب المدرس على طاولة المدرس، كمان المدرس بيقدر يسأله ويقدر هذا الطالب حتى لو ما موجود عندي بالصف، حتى لو موجود بغير بلد ممكن يكونوا أهله اضطروا أنه يسافروا أسبوعين أو ثلاثة لغير بلد، فأنا بضل محافظ على المنهج التعليمي، ضليت أنا محافظ على طالبي بأنه ما يصير عنده انقطاع دراسي. بالإضافة لأنه أنا هذا الدرس بكون عم سجله، فكمان الطلاب اللي حابة أنه ترجع للدروس بكون أنا حافظت عليها ما بتروح لدروس خصوصية، ترجع للدرس المسجل وبتضل أنا عندي كمنظومة تدريسية كإدارة بضل عندي هذا هاي الفيديوهات كبازة أنا بقدر أرجع لها بشكل دائم. هذا بالنسبة لاستديو كلاس روم. كمان في عندي مثال الأخير لجيلينج اللي هو جيلينج بنسميه جيلينج كويك. جيلينج كويك هو عبارة عن منظومة للاستخدام الشخصي، هي ممكن تكون للمدربين أو للأشخاص اللي هن بيسووا دروس على الأونلاين. جيلينج كويك هو عبارة عن استوديو متكامل ما بياخد مساحة أكثر من مترين بمتر اللي احنا شايفينه مثل ما احنا شايفينه هون قدامنا، وبنفس الوقت بتكون الدروس اللي عم سويها أنا تفاعلية. طبعاً بتكون الشاشة أصغر، يعني خلينا نقول الويندو اللي بتكون فيها صورة البرزنتيشن بتكون بشكل أصغر، ولكن أنا كمان كمنشأة تعليمية ممكن استفيد بهذا الموضوع بإني أنا أعمل كورسات أونلاين، أو إذا كان ولا بد الطلاب هن حابين ياخذوا دروس خصوصية فأنا كمان نفس الكادر التعليمي اللي عندي حتى ما خليه يطلع لبرا ويصير في عنده الطالب بمادة واحدة عم ياخذ دروس من جهات مختلفة، فممكن كمان خليه يستخدم استوديوهات جيلينج كويك لحتى ينشئ المحتوى التعليمي بشكل تفاعلي يلي بده اياه. انا لهون بكون خلصت الاشياء اللي بدي احكيها، واكيد بكون اكثر من سعيد اني جاوب على اسئلة حضراتكم لو في عند حد لو في عندكم اي اسئلة.
طيب إذا ما في أسئلة معناتها أنا بكون انتهيت من الأشياء اللي حبيت أحكي عنها اليوم، وإن شاء الله بأقرب وقت بأقرب فرصة ممكن تكون متاحة يكون لنا فرصة نلتقى وجها لوجه، وسعيد جدا بإني شاركت معكم. سيد مصطفى، سيد أحمد، حابين تضيفوا شيء؟ شكرا جدا مستر وائل على البرزنتيشن القوية اللي حضرتك قدمتها، وبرضو بكرر سؤالي تاني للسادة الزوار، في أي تساؤل في الجزء اللي مستر وائل حب يشرحه أو أي استفهام عن الاستوديو بتاع جرينجا ومدى استخدامه أو أي سؤال؟ لو الكنترول يسمح بس لليوزر اللي داخلين يفتح لهم بس المايك، بحيث ان لو حد عنده اي سؤال هو معمول له ميوت ومش ظاهر ان هو يستخدمه. حاضر، اكيد. ثانيه. اوكي تمام. شايف سؤال من السيده هند عبد الله عن كيف ممكن طريقه التواصل. طبعا التواصل في داخل مصر بيتم، ميت اهلا وسهلا فيكم معنا بشكل مباشر من خلال كمان احنا مثل ما ذكرت احنا في لنا صار فرع وشريك اللي هو ايجيبت لابتوب، ممكن نتواصل معهم بشكل مباشر. في عنا استوديو، في عنا ديمو استوديو بالقريه الذكيه، احنا بنكون اكثر من سعيدين اذا حبيتوا تزورونا بالاستوديو بالقريه الذكيه وتجربوا الاستوديو بنفسكم وتشوفوا كيف ممكن تكون النتيجه او كيف تكون التجربه. طيب هو بس ناخد بس اكسس ان الناس تفتح المايك بتاعها، واعتقد التفاعل في التساؤل هيكون افضل بكتير. احمد لو سمحت اذا بتكتب على كمان بالخاص رقم التواصل معك، لانه السيده هند عبد الله طلبت رقم التواصل، اذا بتكتبه بالشات. بالشات اوكي لو سمحت. أنا أوريدي فتحت أكسس للناس تفتح المايك، فلو حد عنده سؤال يتفضل. أنا حابب تذكرت إنه أنا حبيت قلت لكم إنه إحنا فينا نغير الخلفية اللي ورانا سواء باللون الأبيض أو الأسود، فكنت حاب أفرجيكم كيف سهولة الموضوع كيف ممكن يتم. أنا لو بدي أغير على الشاشة الخضراء. طبعاً زي ما مستر وائل قال إن إحنا ممكن نغير الشاشة بتاعتنا بكل سهولة. هيك بكون انتقلت انا من الخلفيه البيضه مزبوط للكروماكي. طبعا بقدر اضيف اي صوره فيديو او انيميشن خليه وراي، انا لحط الصوره على كيف شكل الاستوديو من الداخل. او اشكال 3 دي زي كده يكون التفاعل معها بشكل كامل. طبعا مثل ما قلت احنا بنقدر نغير الخلفيه اللي بدنا اياها بالطريقه اللي بتكون مناسبه لنا بالصوره اللي بتكون احنا راسمينها الشكل اللي حابين تطلع فيه البرزنتيشن تبعيتنا. تمام، معناتها اذا ما في اسئله مره ثانيه رح اقول لكم انا كنت كثير سعيد بوجودي معكم، شكرا كثير لكم. اتوقع مستر احمد هو كتب بالشات رقم التواصل. التواصل بخصوص لو في اي سؤال عن حضرتكم كمان فيكم تواصلوا معنا على الموقع، في عنا ارقام، في عنا موقع باللغه العربيه باللغه الانجليزيه تقريبا بكل اللغات الاهم بالعالم باللغه الاسبانيه. موقعنا باللغه العربيه كمان في ارقام تواصل مع ايجيبت لابتوب، ولو بتحبوا تزورونا باي وقت احنا جاهزين حتى نستقبلكم ونقدم لكم تجربه مع جلينجا. ويب سايت سيدي راني، اكيد طبعا في ويب سايت مثل ما قلت انا، في عنا احنا مواقع بكل اللغات، الويب سايت الرئيسي هو جلينجا. .com ومن خلاله كمان من خلال جلينجا.com تقدروا تدخلوا على جلينجا باللغه العربيه.
وبالويب سايت طبعا بيكون موجود بشكل تفصيلي شروحات عن كل الاستديوهات الموجودة، كل أنواع الاستديوهات، وأكيد نحن نتواصل معكم بشكل مباشر لنقدم لكم شرح و برزنتيشن بشكل خاص لأي شيء أنتم بتلاقوه هو الأفضل لكم. وبحسب طبعا كل جهة تعليمية بتكون في إلى حاجة معينة، ممكن تكون جالينجا ماكس يناسب جهة، جالينجا كلاس روم، حسب أنتم المهمة اللي حابين تأدوها بناء عليها بنقدر نحن نختار الشيء الأنسب بالنقاش مع حضرتكم. شكرا كتير سيد رانيا، شكرا كتير سيد هند لمشاركتكم. مرة تانية سعيد بوجودي معكم، وإن شاء الله نلتقى قريبا. شكرا كتير لكم، شكرا كتير للوقت اللي خصصتوه لتكونوا معنا. سلامات، باي باي. سلامات. شكرا جدا لحضرتك، صراحة السيشن كانت مفيدة جدا، وإن شاء الله يعني مش يبقى آخر تعامل. إن شاء الله. شكرا كثير لحضرتك، شكرا كثير لتعاونكم وللكنترول كمان، شكرا كثير لتعاونكم. شكرا، سلامات. سلامات، باي باي.